إذن انطلقت الآن الجياد بعد استبعاد ركاضة ومنح عدة فرص. هذا الشوط السادس مشاهدي الكرام على هدية شركة وكالات الجزيرة للسيارات سيارة فورد مونديو امبيانتي موديل 2005. ويقام هذا الشوط على مسافة 2000 متر لأفراس الإنتاج السعودي لجميع الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر. قيمة الجائزة السيارة الأول 60,000 لبقية المراكز حتى الخامس بمشاركة الضامي غاية عسفان وردة فيحة شاهد سجران غيد البدو تالا أسيرة سلطان بن شلوى ركاضة تم سحبها حير الله أقوى سنجارة سهالة تنهات نجد عرضة مطلوبة والحان والصدارة لأسيرة سلطان في المركز الأول حيل الله أقوى في متابعة منها لأسيرة سلطان في المركز الأول. وأيضا شهد شجران في المركز الثالث ومتابعة على ما يبدو من الضامية في المركز الرابع وأيضا الصدارة للفرس أسيرة سلطان متابعة من الفرس حيل الله أقوى وأيضا هناك متابعة مشاهد شجران. والآن المركز الثالث أو أصبح لمصلحة بنت شلوى بنت شلوى الآن تتقدم والصدارة لأسيرة سلطان في هذه الأثناء واللحظات التي تسبق دخول الأفراس إلى المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية والتنافس لا زال قوي وحامي وأسيرة سلطان متمسكة بالصدارة متابعة من حيل الله أقوى في المركز الثاني ومن الخارج بنت شلوى محاولات الآن وحيل الله أقوى إلى الصدارة في هذه الأثناء ومفتاح السيارة اقترب من حيل الله أقوى ومن أيضا بنت شلوى من الخارج تنافس ثنائي لمن الصدارة بالفعل بنت شلوى إلى المركز الأول إذن تقدم إلى خط النهاية إذن بنت شلوى لفهد بن صالح الصيعري ألف مبروك.